بعد سلسلة من معارض سويتها جماعية بأبو ظبي ودبي. طبعاً هاي أول مرة تجربة عندي بعمان. سويت مجموعة معارض بدبي وأبو ظبي وحتى برا بألمانيا أخذوا شغلي، وبأمريكا وباريس وموسكو وبأكسفورد شاير بإنجلترا. هواي قاموا يركزون إن لازم تبدي تسوي أنت تلم شغلك، تسوي معرك الشخصي. يعني حلو واحد يشتغل ويا مجموعة، بس من تجمع شغلك كله بجاليري واحد لحد الرسالة ما تقدر تكون أقوى. فمن هناك بدأت فكرة المعرض، حكينا به السنة الماضية ويا قاعة الأورفلي، ورأسا هم رحبوا بالفكرة وبلشنا بالتحضير. يعني كثير من الشغل هو موجود كان من قبل، على مش على من 2009 ملتم وضفنا له وضفنا له وضفنا له، لأن هو المعرض نفسه مثل عدة مشاريع نفذتها لغايات إنسانية، بيئة قسم منها جمالية، يعني مو كلها بيئة جمالية. فالمعرض فكرته كانت من خلال تشجيع الأصدقاء بالأساس أنه أجمع الشغل المشترك مالي، والحمد لله حققنا به. كان الفنان متأثرا بوالده الهاوي الفوتوغراف ووالدته السيدة أمل الخضيري التي هي شخصية عراقية ثقافية معروفة. في ظل هذه الأجواء وظل أجواء الحنين إلى التراث العربي والإسلامي، يحاول الفنان منير العبيدي أن ينقلنا عبر رؤية جمالية وفكرية لمفهوم اللوحة من خلال الكاميرا. في عدسته هناك تأثير حسي ومفهوم ثقافي، وهي دعوة للتواصل الجمالي مع المتلقي في هذه اللوحة. هذا المعرض إضافة إلى حركة التشكيل العراقي والفوتوغراف في هذه المرحلة المهمة، وعلما أن الفنان منير القاضي عرض في أكثر دولة من دول العالم في أوروبا وأمريكا وحصد جوائز عالمية كثيرة. فيها جهد وفيها التقاطة رائعة لمواضيع كثيرة، سواء كانت مواضيع عن الصحراء أو مواضيع عن البحر أو مواضيع عن الإنسان. الفوتوغراف الآن أو معرض الفوتوغراف أو الفن الفوتوغراف الآن لم يعد فوتوغراف سابق، الآن أصبحت فيه الثيمة أو الفكرة تعطي قيمة مهمة جدا. وكذلك التقنية، يعني تقنية الطباعة الآن في هذا المعرض تقنية مختلفة، تقنية فيها فن، تقنية فيها إدراك لقيمة اللقطة وقوة اللقطة وبعدين تأثير اللقطة من الناحية البصرية على المشاهد. العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.